فضائح كمان النظام القطري في تمويل الإرهاب ومحاولات زعزعة الاستقرار في الدول الأخرى ما زالت تتكشف يوما تلو الآخر. السفير يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أمريكا كشف في كلمته أمام مؤتمر سبين عن جزء من التصرفات القطرية، وقال إن قطر مولت الإرهاب بمليارات الدولارات في ليبيا وسوريا وبعض المنشقين عن الإمارات، وعشان كده تم فرض الحصار على قطر لان هي اصبحت قريبة جدا من ايران في المقام الاول. خلينا كمان نسمع جانب من كلمات السفير. قطر انفقت مليارات الدولارات في الترويج للاسلام السياسي، جميعكم في هذه القاعة تعلمون قطر مولت من في ليبيا ومولت من في سوريا. قطر تدعم المنشقين في بلادنا، هذه مسائل جادة للغاية، وهذا الشأن بيننا وبين قطر. لستم هنا في حاجة للدفع نحو حل الأزمة، وفي الواقع نحن لا نريد منكم ذلك، نحن نريد حل القضية بطريقتنا، والأمر ليس التسلط على قطر أو لذراعها أو وضعها في كهف. فهي دولة لها سيادة، وهي دولة غنية جدا، ولها الحق كاملا في أن تقول لنا لن نتعامل معكم، وأنهم سيركزون مع إيران وتركيا والإخوان المسلمين والنهضة والنصرة، وأن هؤلاء هم شركائهم، فلهم الحق في ذلك، ولكن لدينا الحق في القول. إذا كان ذلك خياركم فلن نتعامل معكم.